شاء الله بينا بقى. هتوديني على فين؟ انت كل مره بتسالي وفي الاخر بتيجي المكان اللي انا بقول عليه. قصري بقى. ايه الحلاوه دي؟ انتوا عاملين عليا انتوا الاثنين تمثيليه بقى ولا ايه؟ نجوى؟ في ايه يا نجوى؟ ايه ده، انت تعرفيها؟ اه يا بيه، ربنا بس حب يكشفك ويكشف كدبك. في ايه يا نجوى؟ انت بتكلمي حسام كده ليه؟ بتكلم حسام كده ليه؟ ايه خايفه عليه قوي كده؟ خايفه على ايه؟ في ايه يا حسام انت تعرفها؟ انا؟ لا ما تتكلم يا استاذ حسام، سكت ليه؟ في ايه؟ فهموني. لا ابدا ما فيش اي حاجه، كل الحكايه انك خطفتي خطيبي. خطيبي؟ نعم يا اختي. خطيبك ايه؟ ما حصلش ان انا خطبتك. ايه يا حسام، انت مش كنت وعدتني بالخطوبه؟ انت كدابه، البنت دي كدابه على فكره. حلو قوي يا استاذ حسام، انت وعد واحده غريبه بالخطوبه ولا ايه؟ نعم يا اختي. ليه؟ قول انت الاخرى كمان ان انا وعدتك بالخطوبه، ما هيس اصلها، واقفين في فسحه. بقول لكم انتوا الاثنين، انا دماغي مش رايقالكم، انا هسيبكم تتقشوا في بعض كده وانا سلام. ده حاجه غريبه قوي. حسام استني هنا، انت رايحه فين؟ انت عامله ايه عامله وتجري؟ انت بتجري ورا ليه؟ هو مش رماكي وسابك؟ عاوزه منه ايه؟ هو ما سابنيش، انت اللي فضلت تدلعي عليه وتجري وراه لغايه ما خطفتيه مني. نتكلم احنا بقى في موضوعنا يا فكري بيه. انا اوراقي كلها جاهزه في المكتب، انا عاصم وانا تمام، كل اوراقي جاهزه، كل اللي المطلوب مني 8 مليون جنيه. ايوه بابا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. والله حضرتك وحشني اكتر. كويسه اهي، بابا بيسلم عليك. الله يسلمه ويخليه. يسلم عليا يا رياض. بتسلم على حضرتك قوي. طبعا يا بابا، ده شرفنا ان احنا نيجي لحضرتك. ايه؟ كاتب كتاب؟ ده الموضوع بجد بقى. الف مبروك، الف مبروك يا بابا. طبعا طبعا هنيجي لحضرتك انا ونبيله وحسام. حسام؟ حاضر حاضر يا بابا، الف مبروك، مع السلامه. كاتب كتاب مين؟ كاتب كتاب ابويا. ايه وفجاه كده؟ لا، كان قال لي قبل ما نتجوز، بس ما كنتش عارف ان الموضوع بجد. طب وانت ايه اللي مضايقك؟ ان امي لسه بتحبه. معقوله؟ يا عيني، بس بعد السنين دي كلها يا رياض. ومش عارف لو وصل لها الخبر هتعمل ايه. بس بيني وبينك، هي بقى ما عرفتش تكسبه ولا تحببه فيها، طول الوقت شديده وقاسيه غصب عنه. هو الراجل عايز ايه غير الحنيه؟ صح، عندك حق. اي بني ادم في الدنيا حتى لو كان حجر صوان، الكلمه الحلوه مره على التانيه بتحنن قلبه. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي. بابا هيكتب كتابه؟ ايوه يا ستي هيكتب كتابه، طلب مني انا ورياض نحضر فرحه يوم الخميس. اوعى تكون هتروح. والله ما انا عارف بقى يا منال، لما اشوف رياض هعمل ايه. ولا رياض طبعا، انتوا تبقوا اتجننتوا.